صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 19.21، أما الشراء فسجل 19.14. اليورو البيع سجل 19.16، أما الشراء فسجل 19.08. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.73، والشراء سجل 22.63. الفرنك السويسري البيع سجل 19.92، والشراء سجل 19.84. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، والشراء سجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5.11، والشراء سجل 5.09. الدينار الكويتي البيع سجل 62.49، والشراء سجل 62.15. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.23، والشراء سجل 5.21. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، في عيار 18 سجل 926 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1080 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1235 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8640 جنيه. دلوقتي مشاهدينا هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا لك. شكرا لك.